50,000 100,000 200,000 سنة سكن. القرن الرابع عشر قبل الميلاد، 5,000 سنة قبل المسيح. بيروتا. هالمرة بدنا نحكي عن بيوت بيروت، كيف تطور العمران فيه. في أقدمات ببيروت، كان في أزمة بتشبه كتير الأزمة اللي نحن عايشينها هلأ، وقت اللي تدمرت المدرسة اللي انشهرت بلبنان اللي هي أول مدرسة حقوق، باريتوس نوتريكس لاجوم. بلدية بيروت أيام تستعمل هذا الشعار. كيف تطور هالبيت البيروتي؟ بيت الليوان هي مساحة مسكرة من 3 ميلات ومفتوحة من ميلة، فعم تزيد العائلة. شو الحل؟ صار عندها هالأرميد. الأفندي شو رمزه باللباس؟ طربوش، فهو عم بحط طربوش لبيته كمان. بيت البيروتي. لبنان بقصة مع ياسمي كوهبي وشارل حايك، الليل 10:30 المساء على الـ LBCI.